أصبع الخيط أن يأكل شيء مزيان أصبع على فترة العصر بعد الصباح شمشو محمد نبع تقريبا بعيد واحد ساعة ونص وجد الساعة هو اللي كنت كنت تكلم على البلاء المطاع اللي كانوا فيك عايبوا له كوتشي تونيوز المطاع اللي كانوا تحت الأرض عندهم كانوا يتعرفوا من كانوا كيفاش كانوا في الصاب والجمع ديالهم المهم واحد المطعم معروف هنا في هو تشي مين اي واحد كيمشي له ما ضروري كيمشي له وجه تقريبا شي 50 كيلومتر بعيد غنمشيو له في هذا الصباح هذايا وغنجوزو فيه تقريبا نص نهار ومع هاد الوحدة غنرجع غادي نو شي وحدة مع ثلاثة كيسالي اللي قلت له مع ثلاثة غنرجعو بحالنا ديك الساعة عاد باش نمشيو لديك الجهة البحر نمشي الجهة البحر ديك الجهة الواد اللي ما مشينا لهاش البارح ويا تسمى صافي كملنا الجولة ديالنا هنا في سايكون ويكيبقى لنا غدا فري هنايا ديك الساعة نشوفو اللي كاين صافي يلا ديك الساعة نشوفو اللي كاين. وصلنا لهنا لواحد الموقع اللي عيطوا له الشوتين اريا هنا كي اللي كيبغي يتيري كيعطي واحد السلاح حقيقي ويتيري به المهم خصهم غير شويه ب عاو كيخرجوا شي حاجه للفلسف وايضا الناس خاطر خاصه الضرب وكاين بزاف انواع السلاح والسلاح بصح ماشي وديك الشيء بحال ديك الشيء ديال المخزن هنا في الدولة الكاميرا في الدنيا طاحة المهم احنا باش نشوفو بعد دخلوا شي ثلاثة الناس ولا شي أربعة الناس باش نشوفو من داخل بقاو معايا وينو كيف ما شفتوا هذا اللقطات هذا ما هذا سلاح حقيقي يعني سلاح حقيقي بالميريكان اللي مضروب اللي يطيحوه في هالمنطقة هذه بالخصوص لأن يعني هذه المنطقة هذه شهدت اللي يقولوا على ما كان يقولوا من الجايد يعني أكبر عملية عسكرية أمريكية أنا في فيتنام وقعت هنا المنطقة هذه لأن من هنا كانوا ذيك الثوار اللي كانوا يعيطولهم الثوار من هنا كانوا كان حد معسكر ديالهم وقال لك سيدي العدد البومبة اللي تلقوا عليهم هنايا دي الشيء لا يحصل فهمتش كيفاش ولكن هنايا تاخر خسروا الميريكان فهمت طعب بالضبط الفيتناميين عنده فيهم السلاح عنده فيهم السلاح هنا منطقة شكل منطقة هي أصلا عسكرية ومتحف ما عرف شكل الفيتناميين بحال يسترزقوا من هذا الحرب فهمتش كيفاش يعني عاملين له بزاف ديال الأمور اللي كيدخلوا منها فلوس بزاف واش دابا اللي تسمى دخلنا للغابة ودابا باش نبداو نوريو هذاك الشيء بالمراحل يعني كل حاجة عندها المرحلة ديالها أول حاجة دابا مالبينا لنا شي مسائل شي مسائل ديال اللبسة كيفاش كانوا كيلبسو وين اللي تسمى في هذه الغابة هذه وقع عجب العجب هذا هنا كيوريونا قبيل دخلنا كما شفتوا ديك النفق ولكن ما كيبانش ديك الشيء واضح لأنه مسلس عاملين له الضوء غير في شي مواطع ودابا عاملين لهم ديك المواطع اللي كانوا كيتخبعوا منه كيتخبعوا فيهم ديك الانفاق شكل كتدخل كتغطي بعد كيخرج شي واحد كيقتل وكيرجع بحالو ما كيعرفوش فين دخل فين دخل اخرين الامريكان بقاو بحال كيحاربوا الجنون فهمتش كيفاش لان كيتخبعوا لهم تحت الارض الواحد فين مخبع كيخرج هذا كيقتل ثلاثة أربعة وكيرجع فينو ما نعرف وقال تفتش عليه ما عندهم شي كيفاش يعجبه وما ديك الشي عندهم غير تحت الأرض هذا وديك الشي متقون الشي اللي كاين دابا هنا في الساعة هادي هم دابا إن شاء الله كيبينو في اللي صغارين هم لي أنا باش نوريكم كيفاش وينو كيف ما شفتو تما سالينا هاد الرحلة
كانت شاقة بالنسبة لي لي شي حاجة، لأن ملي مشينا في ديك لي تونيل، لي تونيل قاصحين عند مخ، مع هذا مشيت في واحد الاخري فيه تقريبا شي 50 دالمترو، 50 دالمترو والعلو ديالو ماشي حتى نص مترو. تصور انت مش دمشي 50 دالمترو واحد العلو اللي هو مش نقول له ما عندك شي حتى فيد تحرك صح. ما خرجنا منه الى حتى الخط ديالي بعد اللي ماشي غالي يحرقوا الخلفه، ما بقيتش نقدر نخلف صح والله العظيم. ولكن كي تسمى واحد التجربة عشناها هنايا، واحد التجربة مزيونة. والغابة اللي هنا شي حاجة واعرة زعما، الغابة مش نقول لها ما لي بانش حتى مترو، مترو ما لي بانش قوة ديك الشجر وديك الربيع والبامبو، مترو مترو إلا دخلت في وسطها ما عمرك دخلت. يعني هذه لافونتاج اللي كان عندنا هنا، ملي جروه من الغابة، جروه من الغابة صافي تما قضوا عليه. من الغابة ديالي ايوا بوينو اللي تما الحلقة ذا النهار واقيلا غتسال هنايا، الى حتى نشوفو البرنامج ديال العشية شنو نقدرو نعملو فيه، باقي ما عرفتش شنو كاين، وانما محتاج شي يوم نشوف ايوا الشي اللي كاين. دابا حنا دخلنا لهنا لواحد بوتيك دي سوفونير ديال طرافاش واحد كاسكي طاف واحد حاف شكاكوف، عندهم بزاف د الحاجة هنا. ما يعني تما واقيلا صافي، حنا مش نخليو الفيديو اللي درنا هنايا، إلا حتى نتلاقاو إن شاء الله في شي فيديو. اصلا مهلوك ما وراه رجلي اللي حرقني خلف انا خلفت بالدراع اش اللي كاين الى صافي هنا بدا لي عيط باش نمشي فحال يلا.